أنا باجي من تقريبا ما يقارب من أسبوعين، من أول ما باشر بإزالة الجثث أو بفحر على القبور على المقبرة الجمعية اللي عملها القوات الصهيونية، ببحث على جثة ابني. من ضمنهم لقيت اليوم جثة واحد من أصحابه، والحمد لله زفناه بالورد والعطر، وسأل كل الموجودين هاي شاهدين على كلامه، زغرطت له هاي كمان زغروطة، واحلى زغروطة والله الابن يطلع، والله غير ابن ناصر، ابن ناصر، ابن نبيل زيدان، لا لابس بلوزة خضراء، والله غير لقيت غير زغروط، وهي كلهم يشهدوا علي لغير احل، وهي قلت لكم بدي احل لما الاقي ابنه ولا لا، انا ابني بدي احلي، انا ابني يعني اقول لك مش رخيص علي، انا ابني نقطة من دم بتسوى الدول الأوروبية والدول العربية والإسلامية، وبتسوى بني صهيون نقطة، ونقطة من دم ابني بصمة عار على الدول العربية وعلى الدول الإسلامية. اوعى تفكر ولادنا أرخاص، هذا ابني، ابني الثاني هذا ابني، رفيق ابني، نفس تاريخ البلاد ونفس تاريخ السنة والشهر. لقيت الحمد لله رب العالمين، بفضل يعني رب العالمين لقيناه، ومش فاقد الأمل، والله ماني فاقد الأمل، هيني بدور على ابني الثاني، وان شاء الله الله بيحصر عليه هيك يا رب، ان شاء الله يا رب، اذا لقيته باذن ربنا مبسوطه وححل، بقول لك ححل، عارف ايش بدي احل، لكن اقول يعني الحمد لله رب العالمين، وان شاء الله بذل اسرائيل وبعز المسلمين وبعز اولادنا، اولادنا مش مستشهدين اصلا، بدي اقول لنتنياهو انا ابني مش مستشهدش، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، انا ابني حي يرزق عند رب العالمين، وابني ابني سبقني، انا كنت اخطب لابني وصاحبي مع بعض، كانوا يقولوا احنا الاثنين عدائل، لكن هم عدائل ان شاء الله في الجنه، سبقونا.